الإخبارية. أهلا بك من ريف اللاذقية سيد أبو الحسن. أبدأ معك بالوضع في ريف اللاذقية الذي شهد توترا وأيضا اشتباكات في الآونة الأخيرة، كيف يبدو اليوم؟ معارك عنيفة جرت اليوم بين كتائب الجيش الحر وعصابات الأسد للسيطرة على برج 45، وهو نقطة استراتيجية مهمة، فهو يطل على معبر كسب وقرى جبل تركمان ومشرف على الساحل السوري من كسب إلى مدينة اللاذقية، فهو يعتبر بوابة الساحل السوري. المعركة بدأت منذ فجر اليوم واستمرت حتى الآن. عصابات الأسد تدافع بكل قوتها عن المرصد، وهو مدعم كبير بعدد كبير من الآليات والعناصر، بالإضافة إلى العناصر الشبيحة أو ما يسمى قوات الدفاع الوطني، وهي عناصر مدربة ومجهزة بأفضل الأعداد. الاشتباكات امتدت أيضا إلى محور بيت فارس بالرشاشات الثقيلة في محاولة تخفيف الضغط عن كتائب جيش الحر في برج 45 ولإيقاف القصف بمدرعات الجيش الأسد المتواجدة. يعني نحن نتحدث عن أي مناطق في ريف اللاذقية، يعني تفصيليا لو سمحت أخ أبو الحسن؟ المنطقة متواجدة في ريف اللاذقية الشمالي في منطقة جبل التركمان، وهي مطلة على معبر كسب الحدودي، وهي المنطقة الفاصلة بين كتائب الجيش الحر ومعبر كسب الحدودي. في حال السيطرة على هذا البرج يصبح الوصول إلى معبر كسب الحدودي، وهو آخر المعابر التي يسيطر عليها عصابات الأسد، يصبح الوصول إلى هذه المنطقة سهلا جدا. كسب نتحدث عن حدودها مع تركيا صحيح؟ نعم، المرصد موجود على بعد فقط حوالي 4 أو 5 كيلومتر عن الحدود السورية التركية. طيب الوضع الآن كيف يبدو؟ يعني هل هناك اشتباكات أم لا؟ توقفت الاشتباكات أم ماذا؟ الاشتباكات ما زالت مستمرة، يسمع أصوات إطلاق رصاص. الآن توقف القصف المدفعي، انتقل الاشتباك إلى مسافات قريبة. الاشتباكات الآن بالرشاشات الثقيلة والأسلحة الفردية الخفيفة. أيضا هناك اشتباكات جرت في محور كفرية، قامت عناصر الجيش الأسد المتواجدة في حواجز الزوبار الموالية بإطلاق نار كثيف على منطقة كفرية، وذلك تخوفا من هجوم آخر من هذا المحور. هناك حالة من الرعب تعيشها عصابات الأسد في منطقة الساحل السوري، هناك تخوف من تقدم الجيش الحر إلى هل لديك أرقام معينة عن عدد الذين سقطوا يعني جراء هذه الاشتباكات؟ سقط من أبطال الجيش الحر عدد من الجرحى، لا يوجد شهداء حتى الآن. الحصول على معلومات عن عصابات جيش الأسد صعبة قليلا، لأنها مناطق موالية للنظام ولا يوجد ناشطين في الأرض. طيب. مريف اللاذقية عبر الهاتف كان معنا أبو الحسن مراسل شبكة شام الإخبارية، شكرا جزيلا لك.